عاوز ايه يا شفاف؟ انا محسوبك يا ست الستات، انا غرضي بس اني انول الرضا. وانت جربتيني لما شفتك في الحاره، لا نطقت بكلمه ولا فتحت بوقي. انت جاي تساومني يد ولا ايه؟ عفو السماح يا برنسيسة الدنيا وما فيها، لا عشت ولا كنت، انا افديكي برقبتي. بقولك ايه يا شفاعة؟ يبقى شفاعة من جوه جواني. انت عاوز مني ايه؟ ده سؤال برضه يا ست بطلة، وانا عاوز ايه غير الرضا؟ والرضا بتاعك ده بقى شكله ايه؟ معنيك يعني مش فاهم. انت فاهم وانا فاهم. هو اصل يعني راحة فين يا ست مطر؟ اسمع، لو في حاجة من اللي أنا وأنت فاهمينها دي وصلت للمعلمين، عارف هيجرى لك إيه؟ ليه كده بس يا ست؟ هو أنا قلت حاجة؟ أنا بقى مش هقول حاجة، ولو أنت مناك رضايا تسمع كلامي، يا بخت من نفع واستنفع. هنستنفع إن شاء الله، ربنا اللي نستنفع. ضوي خلاص، مبقتش شايفة في الدنيا إلا خميس. ليه إن شاء الله؟ نسيت روحها؟ لولاك أنت عليها وابنها المحروس ده مرمي في السجن، كان زمانها بتدور على اللقمة في الشارع. هي طول عمرها كده، ملهاش غالي، ملهاش عزيز، فاكر انها زي ما خلصت من اللي راح. الدور هيجي عليا بقى. انت بتوصل مين؟ احنا مالناش واحد في البيت ده شوق. نعم، واسيب لها الجمل بما حمل؟ ليه بقى ان شاء الله؟ انا اتخنقت يا شوق، اتخنقت، بقيتش طايق ريحتهم في البيت ده. احنا لازم نروح نقعد في حته محدش فيهم يعرف لنا طريق جره. يا حبيبي انت لو رحت اخر الدنيا انا معاك، هو انا ليا حد في الدنيا دي غيرك؟ بس اللي انت بتطلبه ده لازم يتوزن، لازم نفكر فيه بالعقل علشان ما نندمش. وفاكرين ان ابو سنه خلاص كبر وعجز وخوخ؟ لكن انا هعرفهم انا بامين ان ابو سنه ما هو زي اخوه. انا برضو حاسس انه مغير ومش هو. خلك شكله كبر وخرف، واللي باقي من مخه سلمه للعقربه مراته. ما تقوليش كده يا اما، ده الخال برضو. البت معبياه مننا يا خميس. محلوله محلوله، بس بالهداوة بالهداوة. أنا الفار بيلعب في عبري، الظهر البت ضربة اسفين جامد قوي. أنا عمري ما شفت أبو سنة بالشكل ده. وأنا من ساعة ما جيت من السفر وهو متغير. معقولة البت تكون قالت له؟ قال؟ قالت له إيه يا خميس؟ هي مين دي؟ الله شو؟ لا ده انا باخد ودي كده في حوار تاني. بقى البت رمانه قالت لك كده؟ بس انا ما سكتش مع علي وقلت لها انه ده مستحيل بعد عملتها السودة. بعدها رجعت نفسي وقلت اكيد عرفت غلطتها، وانا عارف ان قلب معاليك سو كايندي، يعني بيسعى الكره الارضيه. لا خفيف، البت دي ليها مصلحه معايا وعشان كده طالبه تشوفني. بالظبط، هي قالت كده معاليك. قالت ايه بقى يا اخويا؟ قالت انها عايزه تستنجد بالباشا اللي هو سو كايندي. عموما احنا طول عمرنا بنعمل خير ونرمي البحر. اطلبها لي. ايوه يا رمان، الباشا معاكي، اتفضل معانا. عايزة ايه؟
عرفت ان الضفر عمره ما يطلع من اللحم. عيب يا خال، ده انا افندينا ومش على اخر الزمن واحده ست اللي هتوقع بيتها. الست دي تبقى مراتي يا خميس. ومرات الخال يا خال يوم ما عيني تتجرأ وتبص لها فقعها بصوابعي. واحد تبلع عليك ليه طيب؟ عشان توقفنا قصاد بعض الوقفه دي وتقش اللي طوله ايدها. صلي على يشفع فيك يا خال، صلي على يشفع فيك والنبي واسمع خلاصه القول. عليه الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. بصريح العباره كده انا يعني هاوتها حبه على في دماغها. بس ليه؟ ليه؟ كان عندي مصلحه تخصنا كلنا. انا كان كل غرضي ان اوصل لمرات براء النوح واجيبها في حجرنا، خصوصا ان شو بتقابلها عند الست بتاعت السحر والشعوذه اللي اسمها حنتومه. حتى اسالها. انا في البيت ده ايه؟ انا عايز افهم. انت كبير يا خال، انت كبير قوي، كبير العيله وكبير البيت في السن والمقام. لكن انا كان غرضي المصلحه، والله كان غرضي المصلحه. حتى الكردان ده كان عربون الشغلانه. من ورايا يا خميس. وانا ايه وانت ايه يا خال؟ ما احنا طول عمرنا واحد. هو انت يعني لو قصدت كرامه ولا حتى بنت الباشا في اي مصلحه هقفلك فيها؟ والبيت اللي على المحاره. بيت ايه اللي على المحاره؟ انا لا اعرف بيوت ولا اعرف محاره. انا اللي عندي قلتهولك يا خال وانت عارفني كويس. قلتهولي؟ قلتهولي بعد ايه يا خميس؟ بعد ما شفت وتاكدت انها عايز تضرب مفك ما بيننا. انا بقيت متاكد من كده يا خال. بس انا عارفك، عارفك كويس، وانت مربيني ومحفظها لي زمان. محفظها لي. فاكر يا خال؟ اوعى تدي ودنك لواحده ست. اوعى يا خال، اوعى. سمعت انا اخبار في السوق كده ان المعلمين كلهم شاطين بسبب السعر اللي ضربته خميس. معلم هلا ده كان عندي وقال لي الكلام ده. طب وانت ناوي تعمل ايه يا كبير؟ خلينا بعيد. خميس كده بيحرق نفسه وبيكتر عدوينه وكله في الاخر مصلحه. في زياره ليك يا كبير. مين ياد؟ عم الجمال كلهم وعين أعيان نزلة السمان. حبيبك وحبيب أيامك. وأنا بسأل نفسي أنا مبسوط النهاردة ليه؟ علشان هشوف النوح بيه. أؤمرني، أؤمرني يا سيد الناس. أؤمرك ده إيه؟ ده أنت اللي جاي عليا. جاي ليه يا مالت؟ حمامة السلام ومرسال الأحبة ولقمة العيش. قوم أنت روح شوف الشغل بره. ماشي يا كبير، هسيبك انا مع مرسال الاحبه. استنى يا براء. ويت. وايه اللي دخل براء في اللي بينا يا مال؟ بعد اذنك يا سيدي الناس، المرسال ليكم انتوا الاثنين وبالاخص براء. انا؟ ما تتكلم يا مال. واحد عايزك يا فدين. ابعت. أبصم لك بالعشرة وأضرب لك تعظيم سلام وأنحني لك كمان. إيه اللي جابك هنا؟ تكسب يا فندينا. خدت الراجل تحت بطك وبلفته بكلمتين وأنا اديتني الكتف التمام. راجل مين وكتف مين؟ روح شوف حالك. حالي ومالي وكل اللي حيلتي هما اللي خلوني أجي على هنا. وبعدين الحق عليا يعني ان انا عايز اعمل باصلي واوعيك من الحربايه اللي بتحوم حواليك. والله اعلم ناويلك على ايه. حربايه مين؟ اللي رامي سرك في عبها ومديها الامان. ويا اخويا مش شايفه اماره. تتكلمي عن مين؟ مطر. مطرة؟ ايه الحوار؟ خش في الموضوع.
تخش فين بقى وترجع تنكر؟ انكر ايه؟ زي ما عملت مع الخال، ما انت جيت قدامه وجبت ورا وانكرت انك وديتني الشقه وفرجتني عليها، فاكر الشقه اللي على المحاره؟ بس يلا، انا ما بقاش في دماغي ولا شقه ولا ديول. خشي في الموضوع يا شوق انجزي، يا حوار مطره ناويالي على ايه؟ وهيفيد بايه دلوقتي؟ ما خلاص الشقه رايحه لصاحبه نصيبها. ماشي، قولي لي اللي عندك يا شوق واعتبري الشقه لسه موجوده. يعني في شقه على المحاره خميس؟ خلي وانا مريك يا خالي على الحوار، وهي اللي جت هنا عشان تقول لي على حوار مطر. يلا شو اسمعني يا خال، يا خال، يا خال.